بس كلام. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. مرحبا. يا مرحبا بك. نبغى نشارك ويا طيب. أنت على هوا مباشرة صديق. أمور طيبة. تدرس على الصحة والجواب. تكلموا على الأخطاء الطبية في غياب الصحة. والله يقول لك على حاجة والله إلا قصدي صحة ما فيش بكل في ليبيا رام. قل لك من الأخير. قصدي وزير صحة بالله قصدي علاش حاد وكان ما فيش دواوات وما فيش فاشات وما فيش قطن. قصدي اللي بيدير عملية بيقولوا له برا جيب وبرا جيب. قصدي حتى الصيدليات قصدي شيء راه هو اخي الكريم لو تعرفنا بحضرتك قبل كل شيء توفيق ان شاء الله يا توفيق. هو الموضوع لو وصل انك انت تمشي تجيب ابرة وتمشي بتجيب تغذية نقوله بالعامية في الهم عزيه لكن ان انك انت وتوصل اخطاء انت تمشي تجيب يا توفيق تمشي تجيب انت المعدات وتمشي انك انت تجيب الدكتور يا سويدي دخلني معاك حتى الحقنة انت اللي تجيبها وتصير خط طبي في بنت في المرج كل شيء منها هي الطفلة عمرها ما جاوزتش حتى السنة بترت يدها باي حق نقول لك يا طيب حاجة نقول لك والله الحلال اللي بين الانجام له البارة مدة اللي فاتت في عيادة كورتوبا بهي في واحد المهم عنده مرته حامل بهي قصدي انت عارف انا بدير واسطة قبل انا مرته بتجيب فانت شيء شاف قصدي قدروا له قداش قالوا له الطبيعي 750 وقالوا له عملية ب 1550 ممكن حاجة زي هذه بهي امشي مرته جابت على المهم انت جاي بيخلص الفاتورة شنفار قالوا له راهو قريب 3000 شنو السبب يعني ولدت مرتين ولا كيف قصدي مش عارف فهمت شيء قصدي غدا واحد حاضر راي هدرز لي قصدي وهذا قصدي شاهد عيان بالليبي فهمت المهم شيء كلم مرته قال اسمعي قال نقول لك انزلي انزلي بالعيل والله العظيم باي في المهم في ال في ال في ال في, ال في ال زي ما تقول في قدام الاستعلامات باهي جاب معاه 9 ملي سحب سحبه في 9 ملي قدام الاستعلامات قالوا انا بالنزله حط لهم قداش حط لهم 1500 مش عارف قداش ومشت الامور ما فيش كلمه حد وهذا كله بمعنى اعطاهم فلوس اعطاهم فلوس ايه هذا حد جهده اعطاهم المتفق عليه من البدايه يعني اعطاهم حق ما اقول لك على حاجه قصدي وكان بيخش جو الاداره ولا وما تطلعش لين تخلص وبيطلعوه من انه هو ما يديش يخلص والدسكة ديك اضبطها قصدي في غياب الضمير يا اخوي طيب في اي عياده يا طيب قصدي في الاخير هذا مولي على المواطن العادي راه قصدي ندرس لك مواطن عادي نيرا قصدي هذا تو تلقى اللي ما اللي عند العياده سواء قصدي ما بيش لا داعي ذكر اسامي عيادات باي قصدي هما دكاتره كبار هما تلقاه قصدي ممكن قصدي هيك خلاها بالنبي اجهزه تلقاه ممكن في الجهات العامه مروح بها للعياده نتاعها هيك خلينا باي وتلقاه عنده 14 صيدليه وماشي اموره والله يلقط فيهم طلقيط الفلوس فهمتك ايه نعرف الحال نعرفه حال يا اخوي توفيق الحال قصدي قصدي وزير صحه وكان هو وين احنا الصحه تبع الدفاع ولا الصحه قصدي فهمنا شيء احنا المده اللي فاتت انا مش عارف يا راجل والله ليبيا ولا لا تصدق يقول لك على حاجه ليبيا طير لا عرفت زي مكرونة الزرادي وكل واحد يبي يحرك كل واحد يبي ياكل وفي الاخير لن شيء طاع يا راجل يديرونا يا راجل قلبي شيء في الاخير شيء والله العظيم انا ادرس لك انا مده اللي فاتت كنت داير عمليه في تونس راه باهي والله العظيم باهي رجعت لتحليل من هنا باهي تمشي شاف حسسني هو الدكتور اللي في تونس حسسني تقول انا اللي داير التحليل قلت راه مش انا اللي داير التحليل راه قال لي راه هذا غلط قصدي قال لي شني في نسبه صفايح المهم طلعوا مش عارف قديش مديرينها تقول سعر صرف يا رجل 1400 مديرينها هي المفروض 450 صدق ما يخلص مني بتجيب تحاسب مني بيعطيني دواء قصدي على ضوء التحاليل هما اللي توا اللي ما شاف في ليبيا قصدي باي بموت انا من بيحاسب قصدي من بيحاسبهم هما والرجله اللقطه يا طيب والرجله توفيق والرجله ولا لا ربي يحفظك ان شاء الله قصدي ربي يحفظك ان شاء الله شكرا لك توفيق ربي يحفظك يا طيب وعد فين مش بس كلامه